حياكم الله مشاهدينا. خلينا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم، ورح نبديها مع العاصمة الحبيبة بغداد. تسجل درجات الحرارة نهارا 28 وليلا 17، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ومن بغداد رح ننتقل إلى ميسان، ودرجات الحرارة نهارا 21 وليلا 16، والجو كذلك رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ومن ميسان إلى البصرة ننتقل، ودرجات الحرارة نهارا 28 وليلا 19، وكذلك الجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ننتقل بعدها إلى المثنى، ودرجات الحرارة نهارا 27 وليلا 18، والجو كذلك رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. أما في ذي قار فدرجات الحرارة نهارا 31 وليلا 19، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ننتقل ونكمل باقي محافظاتنا، والانتقال رح تكون إلى بابل، ودرجات الحرارة نهارا 32 والجو رح يكون فيها صافي. أما ليلا فدرجة الحرارة رح تكون 19 والجو فيها غائم. ومن بابل خلينا نروح إلى واسط، ودرجات الحرارة نهارا في واسط 30 وليلا 18، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. أما في الديوانية فدرجات الحرارة نهارا 30 وليلا 19، والجو كذلك رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ننتقل بعدها إلى كربلاء المقدسة، ودرجات الحرارة نهارا 29 وليلا 20، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ومن كربلاء المقدسة إلى النجف الأشرف، ودرجات الحرارة نهارا 30 والجو فيها صافي. أما ليلا 19 وكذلك الجو رح يكون فيها صافي. ننتقل بعدها إلى الأنبار، ودرجات الحرارة نهارا في أنبار 30 وليلا 20، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ومن الأنبار نروح إلى صلاح الدين، ودرجات الحرارة نهارا 24 وليلا 15، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. أما في ديالة فدرجة الحرارة نهارا 32 وليلا 18، وكذلك الجو فيها صافي ليلا ونهارا. ومن ديالة ننتقل إلى أربيل، ودرجات الحرارة نهارا 29 وليلا 17، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. ومن أربيل إلى السليمانية، درجات الحرارة في نهارا في السليمانية 29 وليلا 13، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ومن السليمانية ننتقل إلى دهوك، ودرجة الحرارة نهارا 28 والجو فيها صافي. أما ليلا 15 ورح يكون الجو فيها غائم. وفي نينة، ودرجات الحرارة نهارا 30 وليلا 19، والجو رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى آخر محافظاتنا وهي كركوك، درجات الحرارة نهارا 30 وليلا 16، والجو كذلك رح يكون فيها صافي ليلا ونهارا. مشاهدينا، هذه كانت حالة الطقس لهذا اليوم. شكرا.